السلام عليكم طلاب، اليوم موضوعنا الحل العددي للمعادلة الخطية. بالمحاضرة السابقة ايش اخذنا؟ اخذنا اذا نريد نحل عددي للمعادلات الغير خطية اخذناها بثلاث طرق، يا اما البي سكشن، يا اما نيوتن رافسون، يا اما سمبل اتريشن، التكرار البسيط. اليوم محاضرتنا اذا عدنا المعادلة الخطية شو راح نحلها؟ عدنا طريقين، يا اما طريقة نسميه دايركت ميثود، الطريقة المباشرة، او الاندايركت او الغير مباشرة. شنو اقصد بالدايركت والاندايركت؟ الدايركت ميثود معناته انطي قيم اكس الاكزات، قيم اكس الاكزات الحقيقية، او عن طريق يا طريقة راح ناخذ عن طريق الجاوس إليميشن. الجاوس إليميشن اكو بعض المصفوفات نكون ما نقدر نطلع قيمة الاكزات، ما نقدر نطلعها، فنتجه للطرق الغير المباشرة. الطرق الغير المباشرة راح تنقسم لنا بطريقتين، يا اما جاكوبي او طريقة جاوس سيدر. فس احنا عرفنا انه الدايركت انه نطلع الاكزات، بينما هنا الابروكسيميت يعني معناتها هي مو قيمة اكس الحقيقية وانما تقريبية. زين، خلي هسه نجي، خلي ناخذ الجاوس انيميشن. الجاوس انيميشن المفروض احنا العام ماخذي، مع ذلك راح نراجع مراجعة سريعة. انه يعطيك معادلة اكس 1 زائد 5 اكس 2 ناقص اكس 3 تساوي لنا 10. اكس 1 زائد اكس 2 زائد 8 اكس 3 تساوي لنا 20. معادلة الثالثة عندنا 4 من اكس 1 زائد 2 من اكس 2 زائد اكس 3 تساوي لنا 14. مطيني ثلاث معادلات، اكيد يريد عندي اكس 1 اكس 2 اكس 3 القيم الاكزات الها، وحصرا بالجاوس انيميشن يعني راح نطلع الدايركت ميثود. فايش راح نسوي لهم؟ نخليهن ضمن المصفوفه. احنا نعرف اول شيء نبلش به قيم اكس 1. قيم اكس 1 عباره عن 1 1 4. قيم اكس 2 5 1 2 5 1 2. قيم اكس 3 عباره عن سالب 1 8 1. وما ننسى النواتج، فلازم نحط نقطتين عباره عن 10 20 14 نواتج المعادلات. هاي رتبناها المعادله على المود لنخطئ. هذا اللي قيم اكس 1، هذا اللي قيم اكس 2، هذا اللي قيم اكس 3. نخليها المود نبلش نحل. الجاوس انيميشن يقول لك انه انت تاخذ القطر الرئيسي. وين القطر الرئيسي؟ هذا المثلث، هذا القطر الرئيسي، هذا نسميه القطر الرئيسي بالمصفوفة. احنا كنا نعرفه. تاخذ المثلث اللي جوا، المثلث اللي جوا يعني هذا وياه، هذا المثلث اللي جوا. هذن العناصر كلية نسوي ليها صفر، تطلع لنا قيمة x1 x2 x3. زين، شلون نسويهن صفر؟ يقول لك انه هذا العنصر الواحد والعنصر الاربعة اثنيناتهم جوا، من جوا هذا احنا شو نسميه؟ احنا متعودين هذا نسميه الصف الاول، هذا الصف الثاني، هذا الصف الثالث. اثنينات واقعات وين؟ تحت الصف الاول، يعني متأثرات به. بينما العنصر الثالث وين واقع؟ تحت الصف الثاني، اذا متاثر به. هل هنا؟ خلينا نشوف شلون نحل. هسه انا اول شيء اول عنصر اريد اسوي صفر هو هذا الواحد، وبعدين منه الاربعه، واخر شيء اسوي الاثنين. ليش؟ لانه الواحد والاربعه متاثرات بالصف الاول. زين، شلون هسه بلش نحل؟ اول شيء تنزل المصفوفه مثل ما هي. دائما الصف الاول من بدايه الحل النهايه ينزل مثل ما هو، تنزل ليها مثل ما هو. احنا شغلنا وين هسه؟ نريد احنا نريد هذا الواحد نسويه صفر. زين، خلينا نمسح هاي الهوسه على مود شنو يترتب عندنا الحل. هنا شنو عندي؟ هذا قيمته كانت واحد، اريد رقم اضربه بهذا الصف واجمعه ويا الواحد يصير لي صفر. خل اكتب لكم اياها هنا، هذا المربع، فد رقم معين اضربه بالار 1
هذا الار 1 واجمعه ويا الار 2 اللي هو هذا اقصد به 1، المفروض يطلع لي 0. فد رقم معين، انا ودي اصير هوسه، اوكي، فد رقم معين اضربه بالواحد واجمعه ويا هذا الواحد الجوا ويطلع لي 0. فاول شيء انا افكر به منو اللي اضربه، الواحد شلون اسوي 0؟ المفروض اضرب هنا في سالب 1، اذا ضربت في سالب 1 سالب 1 زائد 1 يطلع 0. هسا من اضرب الواحد هنا، خلي هاي المساحه متلصر هوسه، اذا اضربه مره هنا ومره هنا ومره هنا ومره هنا على الصف كله، الرقم من اضربه بالمعادله بكليتها اضربها واجمع ويا الصف الثاني واطلع لي ار جديد. اذا سالب 1 في 1 سالب 1 زائد 1 0، سالب 1 في 5 سالب 5 زائد 1 سالب 4، سالب 1 في سالب 1 موجب 2 زائد 8 9 بالموجب، سالب 1 في 10 سالب 10 زائد 20 موجب 10. هذا كملت، طلعت هذا اول عنصر صار لي 0. لهنا أنا اتوقف، امسح هذا سالب 1 وامسح هذا نهم امسحه. ايش اريد هسه؟ اريد نفس المربع هنا أنا اضرب فد رقم بالصف الاول مره ثانيه، بس هسه اجمعه ويا من؟ ويا الاربعه، واريد ايضا يساوي لي 0. يعني هسه وين صار؟ اجمعه ويا الار 3، نفس هاي المعادله، اضربه فد رقم ويا الار 1، هذا ار 1 هذا ار 2 هذا ار 3، واجمعه ويا الار 3، يعني هسه هذا الرقم اجمعه ويا الاربعه، الخمسه اجمعها ويا الاثنين. هسه انا اهم شيء عندي اول رقم، اريد فد رقم معين اضربه بالار 1، يعني هنا هيك يسوي لي الار 1 1، وبعدين اجمعه ويا الاربعه تساوي لي 0. اذا هنا أنا لازم اضرب في سالب 4، على سالب 4 في 1 سالب 4 زائد 4 يطلع لي 0، واجي مثل ما تعلمت بالحاله الثانيه كليتها اسويها. اذا هنا أنا اكتب سالب 4 سالب 4 سالب 4 في 1 سالب 4 ويا الأربعة 0، هاي خليت الصفر. سالب 4 في 5 20 بالسالب، 20 بالسالب زائد 2 سالب 18، سالب 4 في 1 في سالب 1 4 بالموجب زائد 1 يطلع لي 5 بالموجب، سالب 4 في 10 سالب 40 سالب 40 زائد 14 سالب 26. هسا اني خليت اول عنصرين 0، بعد شو احتاج؟ احنا قلنا المثلث الجوة احتاج فقط الاثنين. هسا اني كملت السطر الاول، يعني اني هنا الار 1 استفاد من عندها بس بالعنصرين الجواها، قلنا اثنين وين بمن تتاثر؟ بالار 2. اذا هسه هنا اخلي الرقم فد رقم معين اضربه بالار 2 واجمعه ويا ار 3 المفروض يطلع لي 0. هسه يا رقم اضربه ويا السالب 4 واجمعه ويا الناقص 18 يساوي لي 0. هسه هو المفروض اجمعه، بس هو اصلا هي 18 بالسالب فخليتها سالب. اجي هسه شلون راح اشتغل؟ أنا أريد هنا سالب 18، يعني هنا المفروض أخلي 18 بالموجب، صح لو لا؟ زين، هنا عندي سالب 4، شلون أخلص من عدها؟ المفروض أني إذا ضربت عليها نفسها هاي السالب 4 أقسم عليها سالب 4، عمود السالب 4 ويا السالب 4 راحت، يبقى لنا 18 بالموجب، ويا 18 اللي بالسالب يطلع لي 0. أعيدها، من يريد هيك من عندك أرقام؟ خلينا نقول ماكو بينات، هسه هاي سالب 4 سهله، الواحد ايضا سهله، ابغى هنا سالب 18، يعني هنا 18 لازم موجب، على مود يصير 18 بالموجب ناقص 18 بالسالب يطلع لي 0. هسه منو بقالي؟ بقالي هاي سالب 4، اذا اقسم عليها هي واشارتها، فالسالب 4 ويا السالب 4 اخلص من عندها صارت 1. اذا هسه خلينا نباع لنا، معناته انه 18 على 4 ناقص، يعني هي مضروبة في ناقص 4 ناقص 18 يساوينا، هاي اختصار بسطوا مقام، هاي ضربوا بيناتهم والسالب أيضا راحت ويا هاي، ايش راح يبقى لي؟
يبقى لي 18 ناقص 18، هاي إشارتها موجبة بوقت، وهاي ناقص 18 يساوي لنا صفر. إذن راح أضرب هذا القوس كليته في سالب 18 على 4. شلون نسويها؟ خلينا نمسح هاي الجهة ونكتبها. أوكي. سالب 18 على 4 ويا رقم 1 ينزل مثل ما هو 1، 5 سالب 1 والعشرة، والسطر الثاني هم ننزله نفسيته، احنا ما عندنا شغل به، 0 سالب 4 9 10. منو عندي شغل؟ بالصف الثالث فقط. سالب 18 على 4 في 0، 0 زائد 0 الصفر، ولهذا ما تأثرت، احنا لأنه سوينا ويا الثاني فما راح تتأثر. أي كمية بالصفر صفر زائد صفر صفر. زين هنا سالب ويا سالب 4 ويا سالب 4 راحت، 18 بالموجب و18 بالسالب طلعت لنا صفر. أيضا نضربها بالتسعة ونجمعها ويا الخمسة راح يطلع لنا سالب 71 على اليمن على 2. من نضربها بالي العشرة ونجمعها ويا زائد 26 يطلع لي سالب 71. سووا لي اياها بيديكم. اوكي هسه شنو بقى عندي؟ بقى عندي نطلع قيمة x1 x2 x3 مين؟ خلينا نرجع بذاكرتنا، احنا قلنا هاي قيم x1 هاي قيمة x2 هاي قيمة x3 احنا متعودين عليها. فهسا معناته قيمة هذا نباوع علما للسطر الاخير، نبدي من الاخير ما نبدي من فوق، نبدي من الاخير. ليش؟ لانه قيمة هنا x1 صفر x2 صفر، يعني انا خلصانة منها. عندنا بس سالب 71 على 2 هاي قيمة x3، ارجع اضربها بيمن، هذا اقول عبارة عن x3، شو تساوي لي؟ هاي معناته علامة اليساوي سالب 71، هاي معناته قيمة x3، x1 x2 صفر، فما يحتاج نكتبها. هسه سالب 71 سالب 71 راحت، اذا قيمة x3 هاي نصف انقلها للجهة الثانية عبارة عن 2، هاي قيمة x3. وين اروحن؟ ابلش بالسطر الثاني. ايش اقول له؟ اقول له x1 هي عبارة عن صفر، بعدها صفر، بس ايش عندي هنا؟ سالب 4 من x2، هاي قيمة x2، زائدا معامل هاي ايش قد؟ 9 من x3 يساوي لنا 10. هسه x3 قيمتها موجودة، اذا سالب 4 من x2 زائدا 9 في 2 هاي قيمتها 2، 18 تساوي لنا 10. إذا 18 ننقلها للجهة الثانية، سالب 4 x2 تساوي لنا سالب 18 ويا العشرة سالب 8، نقسم على اليمن على معامل x2، إذا قيمة x2 أيضا 2، سالب ويا سالب راحت، والأربعة بيها 1 والثمانية بيها 2. لمن أروح آخر شيء؟ أروح للمعادلة رقم 1، عمود أطلع x1، هسا الاكس الاكس 3 طلعتها والاكس 2 طلعتها، بقت لي اكس 1، اكتب معادلتها، معاملها شقد؟ 1، يعني هاي بيها اكس 1، زائد هاي معاملها شقد؟ 5 اكس 2، معاملها ناقص اكس 3 تساوي لي 10، كلها انزلها مثل ما هي. اكس 1 ما اعرفها، بس اكس 2 اكس 3 اثنينات عندي، اجي اعوضهن، اكس 1 زائد x2 طلعتها 2 في 5 10 ناقص، هسه هاي 10 ويا هاي 10 راحت، والسالب 2 انقلها للجهة الثانية، اذا x1 تساوي لي 2. اذا طلعت قيمة x1 x2 x3. هسه هذني القيم عندك اذا اشوفها صحيحات عوض اياها باي معادلة انت تعجبك. مثلا هنا هسه هاي طلعناها 2 زائد هاي هم طلعت لنا 2، 5 في 2 10 ناقصا 2 المفروض يطلع لي 10، 2 زائد 10 12 تروح من عندها 2 10، طلع لي الجواب صحيح، هذا الإكزات، ولهذا طلعت لنا نفس الرقم تماما. بينما بالإندايركت بجاكوبي لا، راح يصير عندنا اختلاف. ليش؟ لأن ما راح نطلع قيمة X الحقيقية، وإنما مقربة إلها، قريبة جدا من الحقيقية بس مو حقيقية، ولهذا نسميها بالطرق الغير مباشرة الإندايركت ميثود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.